بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه بيان موقفه من خصومه، وكيف انتصر عليهم بالحق وظهر عليهم بالصدق. فقد ظهر شيخ الإسلام في عصر قد اشتدت فيه غربة الإسلام، وتفرقت كلمة المسلمين، وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع، وخيم الجمود الفكري والتقليد الأعمى، فأثر في الجو العلمي. ظهرت فرق الشيعة والصوفية المنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية وطغى علم الكلام والفلسفة، حتى حل محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في ذلك الزمان. هذا كله في داخل المجتمع الإسلامي، وأما خارج المجتمع الإسلامي في ذلك العصر فقد تكالب أعداء الإسلام، فغزوا بلاد المسلمين وداهموهم في عقر دارهم، فجاءت جيوش التتار تداهم ديار المسلمين وتفتك بهم. في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا بعلمه الأصيل الغزير، يدرس الطلاب ويؤلف الكتب والرسائل، ويفتي في النوازل والمسائل، ويناظر المنحرفين، ويرد على المخرفين، وينازل الفرق والطوائف، فيرد على الشيعة والقدرية، ويرد على علماء الكلام والفلاسفة، ويرد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويرد على الصوفية المنحرفة وعلى القبورية المخرفة، ويحرك أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري برد الفقه إلى أصوله الصحيحة ومنابعه الصافية، وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف، حتى أعاد للشريعة نقاءها وإلى العلوم الشرعية صفاءها. يظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة علمية هائلة، وإلى جانب مجهوده العلمي العظيم شارك في الجهاد في سبيل الله، فحمل السلاح وخاض المعارك ضد التتار عدة مرات، مما كان له أطيب الأثر في تقوية معنوية المجاهدين حتى انتصروا على عدوهم. وقد تخرج على يد هذا العالم الجليل أئمة من طلابه حملوا الراية من بعده، منهم الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم ممن أخذوا عنه العلم ونشروه في الآفاق بما ألفوه من المؤلفات القيمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية اليوم. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونفعنا بعلومه. ولما قام بهذا الواجب العظيم غاض خصومه، فرمته كل طائفة من الطوائف المنحرفة بلقب سيء تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه علمه. فنفاة الصفات قالوا إنه مجسم، لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم، ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا إنه خرق الإجماع، لأن أخذ القول الراجح بالدليل المخالف لما هم عليه ورد البدع خرق للإجماع عندهم. وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا إنه يبغض الأولياء ويكفر المسلمين ويحرم زيارة القبور، لأن الدين عندهم هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية واتخاذهم أربابا من دون الله. والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم، هذا موقف هذه الطوائف
من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موقف يتكرر مع كل مصلح ومجدد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية. وليس هذا بغريب، فقد قوبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بأعظم من هذا، وقيل عنه إنه ساحر، إنه كذاب، إنه شاعر، إنه مجنون، إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي يراد بها الصد عن دين الله والبقاء على دين الشرك الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فلشيخ الإسلام ابن تيمية وإخوانه من الدعاة والمجددين أسوة بنبيهم، ولهؤلاء المنحرفين سلف من المشركين والمكذبين، ولكن العاقبة للمتقين. فهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأخذ طريقها إلى أيدي كل من يريد الحق، يتنافسون في الحصول عليها والتنقيب عن المفقود منها ليخرجوه للناس. فعليك أيها المسلم الناصح لنفسه ألا تلتفت إلى أقوال المرجفين في حق هذا العالم المجدد المجاهد، وأن تنظر إلى أقواله هو لا إلى ما يقال عنه، لتصل إلى الحقيقة بنفسك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.